بسم الله الرحمن الرحيم. لقد وصل اتصال قبل قليل إلى سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم حفظه الله ومتعنا الله بطول بقائه، من سماحة آية الله المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني حفظه الله. لقد وصل اتصال قبل قليل إلى سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم حفظه الله، وقد جاء هذا الاتصال من سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله، الذي أعلن تضامنه مع سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم ووقوفه معه، ويبلغكم سماحته جميعاً التحية والسلام، وقبل الله أعمالكم ونصركم إن شاء الله.